ديالنا احنا فين تنعسو، هادشي خوت هو اللي كاين. هاتوما الخوت، الدوايات، شحال ديال الدوايات الخوت؟ عندي ثلاثة الأمراض، ثلاثة الأمراض الخوت باش نعاني. الله يرحمكم خوتي الوالدين لي شاف هاد الفيديو. قينا شروق راح نساكن في هاد المكازا، ما فيها خوتي لا ما لا ضو. خلينا النصارى خوتي مهجورة، خلينا النصارى ما فيها لا ما لا ضو. عامر خوتي بالحناش. هاتوما الخوت، شحال ديال الدوايات، راه مسكدبش عليكم. الله يرحمكم خوتي الوالدين. تنطلب من شفتي، تنشكر شفتي في وتنشكر هاد القاني هادي اللي بينت فقارة وبينت كلشي. هاتوما خوت الحنش اللي لقيت، هاتوما خوت الحنش اللي لقيت، هاتوما خوتي قداش لقيتو. خويا دخل عليا للدار، هانتوما خوت قداش، هاتوما الخوت لقيتو داخل الدار، لقيتو البارح. الله يرحم ليكم خوتي الوالدين. شو قداش هاد الحنش هادا، كيفاش غادي كيفاش غادي تنعس في هاد المكازا؟ هاتوما الخوت، هادشي لي كاين، هادشي راه مالي الصراحة هي هادي. و تنطلب من سيدنا و تنطلب من الناس المسؤولين و يشوفو هاد الحالة هادي. الله يرحم ليهم الوالدين. رحنا ساكن تنعاني من بزاف ديال الامراض، تنعاني من السكنه ما عنديش، ساكنه في مكازا مهجوره. عامره بالحناش، عامره بالفاك، كيفاش تلقى داك الحنش ونعس؟ كيفاش تشوف داك الحنش وناكل؟ راه الله يرحم ليكم الوالدين. الدرعتين والخبز باش ندوق زي رمضان، الصراحه هي هادي. الخبز واتين طوب كل نهار، تقسم بالله لا حنش لقيت الاول ولقيت الثاني، جوج الحناش. هاد المكازا خوتي مهجوره، تطلب من سيدنا وتطلب من المسؤولين وتطلب من المحسنين. هادشي كامل انا صابره، قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله صابره. وملي لقيت هاد المكازا تسترت فيا الحمد لله. وتشكر شفتي فين، الله يرحم ليا الوالدين. بينو الناس فقراء، بينو الناس الحقيقه. وبغيت سيدنا يشوف هاد الفيديو، وبغيت سيدنا يطلع على هاد الحاله اللي حنا عايشين فيها. ما صايمينش رمضان بحال الناس بالخبز واتين، اقسم بالله تمره ما واكليناش حنا في هاد رمضان. الله يرحم ليكم الوالدين. تنعاني خوتي من المرض، تنعاني من الفقر، فقراء بزاف بزاف اخوتي. ما عندناش ربي كالا الفيلاج بعيد علينا، قطعت من 6 كيلومتر. ما عندناش اخوتي تاع علاش نمشيو للفيلاج، اقسم بالله تنمشيو على الدوار، الدوار ولي تنمشيو تنطلب. الله يرحم ليكم الوالدين الخوت، الله يرحم ليكم الوالدين. وتنشكر شفتي دالي نقضت بين الفقراء وبين الشعب، هي أمة الشعب، هي أبوة الشعب. الله يرحم ليكم خوتي الوالدين. اللي شاف هاد الفيديو ينشرو، والله يخلي لنا سيدنا والله ينصرو.